Anda. يزا لما قدمت الشكوى قالت ان الخنجر اللي جرحها بيه في الخزنة اللي في مكتبه. فين المكتب يا استاذ يوسف؟ اتفضل اتفضل من هنا. صاحبتك اللي بتتهميني بقتلها استغفلتني وسرقت الباسبورات المصري بتاعت العيال. الخزنة فين يا استاذ يوسف؟ في ظهر حضرتك بعد اذنك. ممكن تفتحي لنا الخزنة من فضلك؟ الباسبورات دي بتاعت مين يا استاذ يوسف؟ دي الباسبورات الاجنبيه بتاعت ليز والعيال. الخنجر ده بتاعك يا استاذ يوسف؟ بتاعي يا فندم. الدم اللي فيه ده بتاع مين؟ ده دم الإيس. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.